في يوم من أيام الصيف الحارة، خرجت أليس في نزهة مع أختها إلى ضفة أحد الأنهار القريبة. كان الحر شديدا والجو خانقا، فشعرت أليس بشيء من الملل. لقد مللت تماما، ماذا سأفعل؟ أقطف بعض أزهار الأقحوان؟ مرحبا يا أرنب. عذرا تأخرت. إذن سألحق بك. انتظرني يا أرنب، أنا قادمة. علي أن أسرع أكثر من ذلك. انتظر، لماذا تركض هكذا؟ قلت لك انتظر، سأذهب معك. سأدخل وراءه. ما هذا المكان؟ يبدو أنه منزل. هل سأسقط كل هذه الأشياء ولا أصاب بأذى؟ تأخرت، علي أن أصل، تأخرت كثيرا. ووصلت أليس إلى مكان غريب لم تره من قبل. ظنت أن الأشياء الغريبة التي حدثت قبل قليل تمكنها من أن تفعل أي شيء تريده، ولكنها فكرت في الأمر مليا. اشربيني. مستحيل، لا 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 لا، لن أشرب هذا الدواء أبدا، قد يكون دواء ضارا بالصحة. رائحته زكية ولذيذ، إنه يشبه طعم الكرز أو ربما التوت أو ربما الفريز، بل طعمه مثل الأناناس. نجحت، يجب أن أحضر المفتاح. لماذا أبكي؟ أنا كبيرة، ماذا علي أن أفعل الآن؟ أنا شابة بل عملاقة، كيف سأخرج من هذا المأزق؟
الجو حار جدا. أحداث هذا اليوم غريبة، فيها كثير من الأشياء العجيبة والمغامرة. أصغر من جديد. النجدة، إنني أغرق في أمواج هذا البحر. ليس بحرا، إنها دموع عندما كنت أبكي. وصلت إلى الشاطئ، فماذا علي أن أفعل؟ كانت لا تدري أين تذهب ولا ماذا ستفعل، ولذلك قررت أن تذهب إلى أبعد مكان تستطيع أن تصل إليه. الغابة كثيفة، ومن الصعب أن أمشي بجسمي الصغير فيها. أتمنى أن يكون جسمي أكبر حجما. يجب أن آكل وأشرب أي شيء لأصبح أكبر. ماذا سآكل؟ من أنت يا صغيرة، وماذا تفعلين هنا في هذه الغابة؟ أنا كنت صغيرة وصرت كبيرة، وشاهدت أشياء عجيبة، وأصبحت قزمة ثم عملاقة، لذلك لا أدري. لم أفهم شيئا مما قلتي، أرجو أن تشرحي لي وبالتفصيل. إذا لم تفهمي فقد أصبحنا اثنين، لنفتش عن أحد يشرح لنا ما جرى، لأنني أكاد أجن. أما أنا فقد جننت وانتهى الأمر. أنت لا تشعرين بي أبدا، ولكن عندما تتحولين من يرقانة إلى فراشة فستشعرين بشعور عندئذ يا سيدة دودة. لم أفهم أبدا. أقول لك إنني الآن أصغر من حجمي العادي، صار طولي 7 سنتيمترات، وهذا ليس مألوفا في حياة البشر. وأين هي المشكلة؟ طولك مثل طولي. أنت دودة وأنا من البشر. على كل حال أنا آسفة لأنني أزعجتك من دون قصد يا سيدة دودة. لا مشكلة، تعودي على طولك الجديد هذا. مستحيل، يعني أن أبقى صغيرة؟ إذن كلي من هذا الفطر، فهو مقسوما إلى نصفين اثنين. إن أكلت من النصف اليمين تكبرين، وإذا أكلت من الثاني تصغرين. وإذا أكلت من الطرفين؟ تعودين كما كنت. لا شك أن الدودة تمازحني. الفطر شكله دائري وليس له جوانب، لكنني سأخذ من أي جانب ثم أخذ من الجانب الذي يقابله. من أيهما أكل أولا؟ إنني أصغر. أنا أكبر. أصبحت كبيرة جدا، سأكل من هذه. وأخذت تأكل من كلا القسمين، قليلا من هنا وقليلا من هناك، حتى عادت إلى حجمها التي تعرفه من قبل. لقد تعبت حتى استعدت حجمي العادي الذي فقدته منذ زمن، وعلي أن أعتاد عليه من جديد. سأدخل إلى هذا البيت، لكن جسمي الآن غير مناسب أبدا. أصبحت صغيرة. مرحبا مرحبا، أما من أحد هنا؟ كان هذا المنزل هو منزل مسلية الحاكمة. قطة غريبة الشكل، أتيت بها من الصين. صينية؟ هي كذلك. لا. لا 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 لا، أعتني به جيدا، فلدي موعد لعب مع سيدة الحاكمة. تأخرت. سيدة الذهاب. إلى أين أذهب؟ لكنني لا أعرف أحدا في هذه الغابة. في هذا الجانب يسكن بائع القبعات غريب الأطوار، وفي هذا الجانب يسكن الأرنب ذو الأهلة.
يمكنك أن تزوري أي واحد تريدين، فكلاهما يعد غريب التصرفات. فهمت ما تعني. من أزور أولا؟ حسنا، سأزور منزل الأرنب ذي الأهلة. هذا هو، وصلت. أكلت أليس قطعة من الفطر لتجعل جسمها أكبر قليلا، ثم اتجهت إلى منزل الأرنب ذي الأهلة. هيا ابتعدي، لا مقعد لك. لكن المقاعد كثيرة. اشرب العصير. أنا لا أرى عصيرا على المائدة. اللبقة أن تدعوني إلى شيء مفقود؟ وأن تحضري إلى هنا ثم تجلسي من دون دعوة لبقة كبيرة؟ لقد قلتم لي لا مقعد لك عندنا وحسب، ولكنني وجدت مقعدا. أهلا بك على كل حال، وهذه فرصة لأسمعك الأغنية التي غنيتها أمام الحاكمة. صوتي جميل صحيح؟ بلى جميل، شكرا لك. صوتك ليس جميلا كصوتي، أم أنك تتطاول على معلميك أيها القط الجاهل بعلامات الموسيقى ومقاماتها؟ بعد أن غنيت أمام الحاكمة أمرت بمعاقبتي، ومنذ ذلك الوقت يهرب الزمن مني. ولما كل هذه الكؤوس على الطاولة؟ لا وقت لتنظيفها لأن الزمن يهرب مني، فأستخدم الكأس النظيف. وامتدت مدة تناول الشاي زمنا طويلا. لن أعود ثانية إلى هنا. هربا من غضب الحاكمة، فقد أصدرت أوامرها بأن نزرع ورودا حمراء هنا، فأخطأنا وزرعناها بيضاء ونحن ندهنها. إذا رأت لونها الحقيقي ستغضب وتعاقبنا بشدة. تعاقبكم بشدة؟ أفسحوا الطريق، الحاكمة قادمة. من الحاكمة؟ أنا أليس سيدتي. وأنتم ماذا كنتم تفعلون هنا؟ الحقيقة سيدتي الحاكمة، يعني نحن فهم إنكم تحاولون خداعي. هيا عاقبوا هؤلاء الحمقى. تعرفين أنواع اللعب يا فتاة؟ أجل، الحقي بي. وذهبت أليس لتلعب مع تلك الحاكمة، لكن لعبة الحاكمة لم تكن مثل باقي الناس، بل كانت غريبة جدا. دورك، مستعدة؟ مستعدة. لا أحتمل هذا. عاقب هذا بسرعة. حاضر سيدتي. هيا عاقب هؤلاء بسرعة. حاضر سيدتي. حاضر سيدتي. إذا بقي الأمر على هذا الحال فإنها ستأمر بمعاقبتي في أي وقت.
أنت هنا أيها القط؟ مرحبا، كيف حالك؟ سيء جدا، كل من هنا لا يتبعون القانون كما يجب. أنا حائرة. وكيف رأيت الحاكمة؟ إنها مزاجية ولا تعرف إلا لعبة واحدة وهي ماهرة، ولا أحد يستطيع التغلب عليها. إلى من تتحدثين؟ إلى القط الصيني. أنا لا أحب الحيوانات، ولكنني سأسمح لك بتقبيل يدي إذا أردت. لا أريد. أنت تقول ذلك لي؟ سترى. عاقب هذا القط الوقح الآن. ولكن كيف سنعاقبه؟ هيا نفذا بسرعة ما أمرتكما به. وأنت ستقابلين السلحفات. لا أفهم لماذا سأقابل السلحفات. عقوبة، تعالي. لا تنسي موعد المحاكمة سيدتي. أوصل هذه الفتاة إلى جزيرة السلحفاة المزيفة. وحملت أليس إلى منفاها في جزيرة السلحفاة المزيفة كما أمرت الحاكمة. لماذا تبكي السلحفاة يا نسر؟ هي ستحكي لك القصة. أيتها المزيفة، احكي قصة حياتك للأنسة أليس. أمرك، ولكن تفضل بالجلوس هناك. قبل مدة بعيدة كنت سلحفاة حقيقية. وحكت السلحفاة لأليس حكاية طويلة ومملة، وبدأت أليس تشعر بالضجر. حكايتك مملة وحزينة، احكي لنا حكاية الرقص. وما حكاية الرقص هذه؟ تعلمك كيف ترقصين وتطيرين مع السحاب أيضا. أولا يصطف الراقصون على خط واحد، ثم ينزلقون هكذا، ويمسك كل منهم بيد الآخر هكذا، ثم يبدأ الرقص. المحاكمة، المحاكمة ستبدأ. عن أي محاكمة تتحدث أيها الناس؟ سوف تعرفين بنفسك. على ما يبدو أن الحاكم هو المتهم، ولكن لماذا؟ لائحة الاتهام، الحاكم متهم بتعطيل أوامر الحاكمة سيدة القصر. إذن اقرأ قرار الحكم. لا تتعجل، لدينا كثير من الأمور يا سيدي، ولنستمع إلى الشهود. نادي الشاهد الأول بسرعة. الشاهد الأول. أنا آسف جدا سيدي القاضي، لكنني لم أنتهي من تناول الشاي. يا إلهي. وأدلى بائع القبعات بشهادته، ثم وقفت المسلية على منصة الشهود. ما شهادتك على المتهم؟ لا أعلم. إنها محكمة غريبة حقا. والآن الشاهد الثالث أليس. بدأت أليس ترجع كما كانت شيئا فشيئا. نحن ننتظر شهادتك يا آنسة. لا أعلم. لا تعلمين؟ نعم لا أعلم شيء. اسمعوا قرار المحكمة سيدي. دليل جديد أعرضه على حضرتكم يا سيادة القاضي، شهادة مكتوبة بخط يد الحاكم. ماذا كتب في هذه الشهادة؟ ما قرأتها بعد، لكنها شهادة متروكة بلا توقيع أو خاتم. أنا لم أكتب تلك الرسالة أيها السادة القضاة، وإن كتبتها فأين خاتمي أو توقيعي في آخرها؟ ماذا قلت؟ تكتب رسالة وتتركها بلا توقيع؟ جريمة جديدة، حكمنا عليك بأن تعاقب بأشد العقوبات. إنه حكم ظالم. لا يحق لك الاعتراض. ألغي هذا الحكم الظالم يا هذا.
فهمت؟ اسمعوا، سأساعد المظلومين ولن أسكت على الظلم. أليس لأختها كل ما مرت به في بلاد العجائب التي ذهبت إليها في أحلامها الغريبة.